انت بتسلم نفسك جاهز يا عبدو؟ لا اصل انا يعني حلمك انا اكيد مش هتعمل فيها حاجه سنة. انا عايز اقول لك والله هي واخداك تخليص حق يا مان، اقسم بالله واخداك تخليص حق، انت مش عارف اللي هيحصل فيك ايه. انت شايف الحب اللي بينا؟ يلا يلا عظيم هذا امشي بس شوف طيب مش لا انا كده ما بقتش لا هو واثق في مراته انا الاول كنت متضايق حاسس بعجبك يلا برافو عجبه ايه لا بتخاف عبد الرحمن ممكن تزعل مننا في اي حاجه اي اه وتسامحنا في اي حاجه لا دي لا مش واثق فيها هو استحلى المية استحلى المية هاتيلك هاتيلك سؤال تقعد سلم اوف سلم اوف كم ساعة مراتك مش احنا مراتك صدقني مش احنا والله انا حبيت 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 انا طب بصوا يا جدعان عايزين الفيديو ده لو وصل 100,000 لايك قسما بالله ما احلهم هتابعوا كل شيء وصل 100,000 لايك مش مهم هجيبهم عندي في البيت بس مش هيبقى اصعب من اللي حصل فيه لا لا كفايه كفايه عاش عاش بس يا جماعه خلصنا الفيديو مش حاجه داخل فيها تاني